من ضمن الأسئلة، أنا بعد تخرجي من الكلية الأولى دخلت كلية تانية بعدها أقل منها في المجموع من الكلية الأولى، وجبت وطلعت من الكلية التانية دي من أوائل عادي. هل عدد عين معيد؟ في الغالب سنك هيكون أو سنك هيكون عالي، ففي الغالب مش هيكون متاح، لأنه عادة بيبقى المعيد ده ليه سن معين، فماكس أعتقد 26 27 28 بيلعب في هذه الحدود. وده كمان تضييع وقت، إن إحنا بنضيع 4 سنين من عمرنا كمان مع احترامي، إحنا ندخل بهدف إن أنا أبقى معيد. طب ليه يا جماعه؟ يعني لا، نفسي ابقى معيد واموت ابقى يعني ما فيش كده. دايما بنقول للناس في اكتر من اوبشن، في واحد واثنين، ولكن لو الفرصه مش متاحه خلاص ارض الله واسعه، نقول يا رب وان شاء الله تجدوا فرصه كويسه باذن الله في هذا الموضوع. ولكن لا انصح ابدا ان احنا نعيد 4 سنوات من عمرنا، لانه في الغالب احنا هنا بكده بنضيع وقت، وحرام حرام حرام ان احنا نضيع وقت بهذه الصوره، ونضع ده في الاعتبار. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله، ودايما نشوف بديل تاني. انا كان نفسي ابقى معيد ولكن ما جاش فرصه، فنقول يا رب وربنا يكتب لك اللي فيه الخير باذن الله.